نروح مع حضراتكم لخبر تاني. ووزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان أنها تتابع عن طريق القنصلية العامة في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا في إيطاليا. وقامت القنصلية العامة المصرية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية، واللي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير 2023. تواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات ولكشف نتائج والتحقيقات وملابسات الحادث. كما قام القطاع القنصلي في وزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث ويعني إنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة. وطبعا بنقدم تعازينا لأسرة هذا المواطن المصري، ويعني ربنا إن شاء الله يلهمهم الصبر والسلوان. ويعني ده كان بيان وزارة الخارجية المصرية فيما يخص هذا الحادث.